السلام عليكم، شوكم شباب، ان شاء الله بخير، وياكم علي العراقي من قناه دراجون راك 2011. طبعا اليوم حلقتنا هي حلقه سوالف هي برنامج اني الحلقه الخامسه من عندي، يمكن بعضكم ما يتذكروا لفال فتره طويله ما منزل منها حلقات. هذا البرنامج يستهدف بعض المواضيع اللي تخصنا احنا كجيمر، او تخص يعني مجتمعنا العراقي او الوطن العربي بشكل عام. يعني بعض النقاط السلبيه اريد نسلط عليها الضوء، وايضا راح يعني شلون مثلا نقصف اليوم الشباب والبنات، اوكي؟ فخلينا نقصف سويا. زين، بالبدايه خلينا نحكي على موضوع المنشورات الغبيه شباب، وصلت الى ابعد درجه. يعني لو تتخيلون، مو على مستوى العراق، على مستوى الوطن العربي بشكل عام، يعني تخيلوا منشورات جدا جدا غبيه وانتم كلكم مليتوا منها. يعني مثلا طبعا بالنسبه للفيسبوك، بما انه موقع تواصل اجتماعي، معناته ان الواحد يواصل مع بعضهم البعض، يقول واحد يقول انت شلونك مريض، ومريض ينزل وضعه الحالي، صورته الحاليه، هو وين بيوم كان، ايش يسوي، ايش ياكل، ايش يشرب، هالشغلات. يعني يطرح مشكله، يطرح موضوع علمي، يطرح فكره جديده، يعني اشياء جميله. لكن منشورات بهذا الغباء، يعني صراحه نتمنى انه نستأصلها من الجذور، ونقدر نستأصلها بحد الطرق التاليه. اول شيء خلينا نقول شنو المنشورات، خلينا نضحك عليها شويه. طبعا بالبدايه اقول لكم المنشور اللي اكثر كثره طبعا بالفيسبوك، او المنشورات انه هواي ما شاء الله الغباء، يعني بشكل عام حشر الزينيه تقريبا 70%. يقولون بعض المنشورات شنو، مثلا كمثال واحد كاتب وخلي صورة ثلاث ايدينات، وخلي فوق ايدين الاولى يا امي اختي زوجتي، من تنقذ اولا، امك ام اختك او زوجتك؟ ارجعك بالنعال، لك تحشي صدق، لك معقولة هالغباء، لك معقولة هالش اسمه. يعني اتخيل هذا الولد اللي قاعد، امه قاعدة واختك قاعدة، يعني اذا جاوب على واحد، اذا جاوب على اخت، على امه، اخت مرت تزعل، طبعا مرض، اذا يكتب امي احسن، مرت تدخل على خاطره. يعني ليش تسوي مشاكل؟ يعني هي ما تقدرون، يعني ما تقدرون. بس ماكو داعي بعد يطرح الموضوع، يعني اكيد الام هي الدرجه الاولى، واللي قلت لك يوميا يعيدون بالمنشور، مو هو، لا واحد ثاني يعيدها، واحد ياخذ منه يسوي له مشاركه وينشرها عنده. يعني ها واحد يقول يا لايكات يا محسنين، واحد كاتب لايكات يا ادري صدق تحشي صدق، اللايكات يعني ايش راح تربحك فلوس؟ اذا تربحك بشرف اقول لي ترى اخوك حديقه، قول لي اللايكات بايش اللايك، يعني بربع، يعني اقل 50، هم اجيب. يعني ايش بيكم يا حظي، ايش بيكم؟ ما اعرف شنو الغباء على مستوى الوطن العربي يعني بشكل عام. لا والمنشورات جدا، شوف المنشور الثاني، استلم المنشور الثاني، ايش مكش كاتب بي، هذه عمامة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، هذه عمامة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، هل تستحق لايك؟ اذا تستحق اللايك اكتب الحمد لله. تحكي صدق؟ جيب لي واحد مسلم يقول لك ما تستحق، غير يصير كتل عمل شعبي، معقولة؟ جيب لي واحد يقول لك شو اسمه ما يرحم، منو يعني يا مسلم يقدر يقول شو اسمه، معقولة؟ يعني شنو هالغباء هذا؟ مين حيقول لك ها خو هذا الصورة يا با، اذا لقيتها خليكم يا هسه، خو اكو صورة حية لازمة سمكة مصايدة سمكة من البحر، من النهر عفوا، وبخليتها حركة ودا تمشي بيها، ماكو عمود تاكلها. يعني هو اما ديشاقه او ميد، يعني اما ديشاقه او قاعد يحكي صرق، يعني ايش كاتب، افعى تنقذ سمكه من الغرق. والله يستحق هذا الزيج، يعني وكاتب افعى تنقذ سمكه من الغرق، انت تتكلم جد؟ اي والله العظيم بالقران، ده عالم صايع يا بس صدقون؟ صدق والله، يعني ولهالدرجة. واللي قلت لك بعد أكثر كاتبين جواها، ايش كاتبين؟ الناس كلها جوا كاتبين سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. حش السامع ما أدري، معقول لهالدرجة وصلنا لهالدرجة من الغباء؟ أما أكو ناس تصنف، أو ناس كاتبين يعني نقول منشور يعني فكاهي، بس هو منشور مو فكاهي، ما حد يضحك، كله كاتب سبحان الله سبحان الله، ويصدقون. لا اللي قلت لك يصدقون، لا منشورات يعني اغبى منها ما شفت. ويجيك منشور ثاني ايش كاتب، واحد شوف المنشور الاخر ايش كاتب، هو هذا المنشور حتى بروسيا واصل، يعني انا اتابع اخبار روسيا، وهذا حتى بروسيا واصل. يعني تخيلوا من عام 1999 اتذكر هذا المنشور، كانوا يخلوه بصور بورق ابيض ويلزقوه على البيبان، بيبان احنا لقينا واحد ببابنا ب7 نيسان، كان بيتنا ب7 نيسان، كانوا مخلينه على الباب مالتنا. طبعا المنشور كاتبين بيه
فتاة تصحى تحلم حلمة حلم انها رأت الرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما اعرف شنو. طبعا انا قراب هاي المخيلة مالتي. فتاة اسمها حمدية العورة كانت تمشي في الشارع، ثم عثرت ببسمار، والبسمار سقطت على وجهها فوقع وجهها في الزيت، ثم صار وجهها نص استوى. بعدين وقفت وقالت يا إلهي يا إلهي انقذني، وفجأة صحت الصبح لقت نفسها صارت حولها. معقولة؟ وقول لي فإذا أثرت بالقصة اضغط لايك وانشئ واعمل مشاركة، وإلا سوف يكون لديك إسهال مزمن. معقولة؟ يعني واللي قلت لك كلها تنشر كلها تسوي شيء ها، وإذا سويت هذا الشيء وسويت مشاركة ودزيت إلى 30 شخص من أصدقائك، هل تعلم ماذا سيحدث؟ ستربح كنز كبير، ستربح كنز كبير وأموال هائلة، أو خبر جدا مفرح يجي الصبح يلقى الخبر مات سقط في الامتحان. إلى عشاك وش تتوقعون يعني؟ إيش تتوقع لو على هذا الحكي جاهزة كل العراق زناقين؟ مو؟ لأن كلها تنشر ماكو. عمي معقولة هذا التخلف وصلنا لهالدرجة؟ إلى متى؟ زين خلينا نجي هسه على الزواحف، ندخل على الزواحف. الزواحف أكو بنية نشرت هي وصديقة هي وأختها مسوية هيك ما أعرف شنو، ظاهر يمكن صورة بايقتها من جوجل. المهم على كل إذا هي فعلا ما أدري، مخلية صورة هي وصديقتها، طبعا طالع كل شيء وكل شيء، يعني مو كل شيء ولا شيء بس يعني لابسه كل حصر مصر ما ادري شنو، مصر هسه الحمد لله بخير، ولابسه حصر ما ادري شنو ها هي واختها، بس وجهها مو طلعته، حرام حرام يطلع الوجه، لا شعباركم ايه ستروا عليهم. المهم وبعد ما طلع على هاي الشغلات ايش كاتبه جوا؟ انا واختي ريدين كابل، ماكو ريدين كابل، فإذا أكو شباب حلوين يخلون صورهم بالتعليقات، وإذا أي تجاوز أنا راح أضربه بلوك. لا والله أنا ما أتجاوز عليك، أنا أحبك بالقندرة. معقولة؟ يعني أنت شايفة نفسك منو أنت؟ يعني ملكة جمال العالم يعني واحد يعني يسحب ليش؟ أنا قلت هسه راح يستلموها. شلون استلموها تعليقات شباب؟ هاي صورتي الله يخليك قبل بي ترى والله لي حلو، بس البال بحق قاعد من النوم متاخر وشويه طق الصوره هاي على السريع، شوفي اذا عجبتك عود خاورني على الخلطه انتظر. والكتله كلها كاتبه هيك حش كم واحد؟ معقوله لهالدرجه يعني؟ لهيك الدرجه احنا زواحف؟ والله يعني لو انا مكانكم والله اضل على الازرق وعلى ما يا خليفه، ولا انزل راسي لهيك نماذج. يعني انت باشا عقبه، يعني تخيل باشا عقبه لما انت مشيت نفر صاحبتها، باشا عقبه ايش راح تقول لك؟ شوف لك مثل ما شفتك انت دبيت نفسك علي، شفت انا اختاريتك، انا اختاريتك، هشكوها عندك، طم نفسك بلقى مثل النعام. هاي اذا طميت طبعا انا متاكد حد يقولها والنعمه الاختيار، وانا ما راح انسى اليوم اللي اختارتيني بيه. عبالك هي فت قندره شو اسمه ما اعرف حش السامع، ما ادري شو السالفه، ليش يجي بعض الشباب للاسف يعني بهالدرجه من الزواحف لهالدرجه من شو اسمه ما اعرف. هو اكو موضوع التعليقات مال الفيس، بعض الشباب يعلقون تعليقات الشكرا يكتبها شين كاف راء نون، بعد يقلد ما ادري اخوه نظيفه او اخوه شو اسمه ما اعرف، بس يعني اللغه العربيه المتنبي لو يشوفهم شلون يكتبون يعني صدق ينتحر، يعدل من جديد وينتحر يكتب نفسه من جديد، ما ادري يعني. والحمد لله يكتب الحمد لله ماكو، يعني ما ادري ليش هيك دا يصير، يعني ما اعرف. المهم يعني هذا موضوع حبينا نقول سوالف نطرحه بشكل جميل او يعني شكل ممتع. ها قصه صدق اثرت فيها حاب اقول لكم اياها، قصه على السريع. القصه شباب تقول اكو ولد يعني جدا القصه حلوه يعني رائعه، قالوا له انت شنو تعرفت على زوجتك؟ قال لهم صراحه تعرفت على زوجتي، رحت اخذت منها موعد لاهلها عم اخطبها، بعدين رحت عليها للبيت دقيت الباب بس وكنت ما شفت يعني ما سمع الصوت او هوسه، مع العلم هم عائله كبيره. ففجأة طلعت لي أختها وكانت ملكة مال جمال، جميلة جدا عمرها 18 سنة، بعدها هي فريش ما أعرف شنو. فقلت لي تفضل، قلت لها أني قلت لها عرفك؟ قلت لها شنو؟ قلت لها أنا عرفك، قلت لها أهلك موجودين؟ قلت لها لا أهلي ماكو وأختي هم ماكو، أدخل وسوي اللي تريده وبس أريد 50,000 لأن ما محتاجة. الولد تسوى دار وجهه ورجع، طبعا هاي الاخلاق هاي النبالة هذا شيء جميل. هو طبعا شيء اكيد هو الولد قال انا رجعت حتى اجيب 50,000 من السيارة، بس يعني نيتكم خليها صورة صافية
زين انه لازم واحد دي تصافيه لان اذانيه مخربطه يعني بصراحه صار ما يخاوط يعني ما عليكم لا شنو خرابيط. ان شاء الله عجبتكم الحلقه بس حبيت اسوي تنويع معين نوعا ما مليت بصراحه كلها العاب 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 خلينا نسوي النوع ونسوي شيء جديد. طبعا اكو ان شاء الله راح ورا هذا المقطع احاول انزل لكم لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 زومبيز وايضا الملتي بلاير. فان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم علي ابو عطوان من قدر 2011 اذا عجبتكم هيجي حلقات من السوالف قولوا لي عمد نكر بالتعليقات حتى ان شاء الله ننزل لكم نماذج غيرها وغيرها ونستهدف بعض العاهات بالمجتمع. هاي كل مرة على السلامة. طبعا مثل ما قلت لكم شباب انه النماذج اللي تصير هاي بالبلد يعني نماذج يعني المفروض يعني يستأصلوها من القاع يعني ما معقول هيجي سفاسه سخاف سفاسه شنو خرب اشتعل هو الاحمر سفاسه سفاسه. احنا لو نركز على اللي دي يسوونه هذول الزفاف زواحف هذا كل ما فرم. ان شاء الله عجبتكم المقطع. كان معكم علي ابو دراغون علي ابو دراغون علي ابو دراغون.